جيبوا روسهم لهون. اوه نجيب، قتلوهم كلهم. اوه مسار. سبعي غيس. رئيس الوزراء. وسيادة المدعي العام يحيى. بما أني رئيس هالمحكمة، أو مع وجود كل الأدلة لبراءة كل المعتقلين، كوبيلاي شاهين وكل رجاله، وبسبب وفاء للوطن وتفانيهم بخدمته، قررت محكمتنا العليا تسكير هالقضية وإخلاء سبيل كل المعتقلين ليتابعوا حياتهم الطبيعية ورد الاعتبار إلهم. خلصت المحاكمة. يا الله، من ايمت ما اجتمعنا بهالبيت؟ تفضلوا. قديش كانت حلوة هديك الأيام، قديش أكلنا وشربنا على هالسفرة. بس كبلك كمان؟ يا ريت والله، عن جد كانت أيام حلوة كتير. ولا طبخ اختي هدى مستحيل انصى طعمته. ان شاء الله بترجع. للاسف هديك الايام ما عاد ترجع ابدا. كل شيء تمام، الشيء الحلو اللي راح ما عاد يرجع. بابا، يلا بابا السفره جاهزه، يلا تفضلوا لشوف. صحة وعافية. أنا تذكرت شغلة هاني. لك أخي ليش ما عم تفهم علي؟ غير هالموضوع بقى. بصراحة أنا فريق فنار بشجعه للعظم. إيه بس فريق غلطة دائما بيغلبوا للفنار. لا الفنار ما له خبز مع غلطة. خيري لك، هذا شو عم يحكي؟ شو بيعرفني يا؟ شوفي آخر مرة غلطة فاز علينا كانت قبل ما يخلق أيمن. شوي شوي عليه، بصراحة بيعجبني فريق غلطة. على كل حال راح نضل نجي على بيتك لحتى تمل منا وتقلعنا. صحيح كان بده يحكي بس نحنا قاطعنا. يا زلمة والله عيب عليك، ما بتخلي الواحد يحكي. وقتها سجل هداك الجول. مين يلي سجل الجول؟ والله ما بعرف، أنا ما انتبهت، كنت عم اطلع على المشجعات. ما بتبطل الحركات. نحن المجانين اللي قاعدين عم نسمعك من كل عقلنا. طيب شو بدي ساوي؟ قلت لي غير الموضوع لهيك فتت بالحيط. يا الله منك عمو هاني، يلي بيسمعك عم تحكي بهالحماس بفكرك انت سجلت الجول. انا بشوف. لا انت خليك، انا بشوف. والله الشوربة طيبة كتير. صحتين. بس كبلك صحن تاني؟ حاجتي هيك، انا عم اعمل ريجيم. سيد سنان، اهلين وسهلين، تفضل. شو في عندك ضيوف؟ تفضل، ما في حدا غريب، فوت لجوا ونحكي. لا بلا ما فوت لجوا، في شغلة مهمة كتير بدي أحكي لك إياها. خلينا نحكي هون بالجنينة. لا خلينا نحكي جوا، ليش لحتى نحكي برا مثل الحرمية؟ يلا تفضل. ماشي تفضل فوت. شو
والله خايف تاكلني إلي كمان. الله يسترني من عيونكم، يعني عم تاكلوني اللقمات اللي عم باكلها. ما عندكم لا شغل ولا عمل غير تزولي بدني. استغفر الله. على كل ما بدي تقل بالأكل مشان الريجيم. جدو أهلين وسهلين. جدو أهلين فيك يا حبيبتي. تفضل لشوف. بعرف كلكم استغربتوا وعم تقولوا هالزلمة شو اللي جابه على هالبيت. إذا قلنا لك إنه ما عم نفكر بهالشي منكون عم نكذب. سيد سنان، بعدين نحكي بهالموضوع. تفضل عود هون. لا بلاها، ما بدي انزعلكن قعدتكن. وليش لحتى تنزعلنا قعدتنا؟ لو سمحت تفضل عود. يلا تفضل. يلا جدة تعال عود هون. ليك جدو، أنا سويت شوربة عدس، أنت بتحبها كتير. يسلموا إيديك. ليش عذبتي حالك يا بنتي؟ شو جاب هالزلمة؟ الظاهر إنه جماعته قلعوه. استني هلأ بتطلع الريحة وبنعرف شو جابوا لهون. تفضل كل من هدول كمان. بتشكرك كتير. شو صار لأيدك؟ الباب، حصرت إيدي بالباب. نجيب لو سمحت في مجال نحكي دقيقتين سوا. بالأول تفضل خلينا ناكل وبعدين منضل نحكي للصبح. الوقت المناسب. شو صار؟ في عنا شغل. شو هالشغل هو؟ رح ننطعم بالسيخ. مين رح يطعمنا؟ نحنا. كيف يعني؟ انت ما بدك تطلع من هون؟ طبعا. منيح ما في حدا برا. من دون ما تضيع وقت خلينا نبلش. أنا ما عندي مشكلة، بس مو طويل زيادة. أنا ما بدي ضل هون. أنت حابب تضل هون؟ فهمني أنت لوين بدك توصل. عندي خطة لنطلع. منطعن حالنا بالسيخ، ساعتها بيسافونا على المشفى وما حد يقدروا يرجعونا لهون. بس أصحك تكرسحني. ها إذا ما طعنتك بالسيخ هلأ رح يلفوا حبل المشنقة حوالين رقبتك. انت شو بتفضل يا بطل، هذا السيخ ولا المشنقة؟ السيخ. اه بس طعنة صغيرة. ها اذا كانت الطعنة كبيرة بيصدقونا اكثر. بلا ما نضيع وقت، شو عم تستنى؟ يلا فرجيني قوتك. رح نطلع لبرا. ما انت جاهز؟ ايه جاهز. يلا انت جاهز؟ جاهز. يلا انت جاهز؟ العمى شو بيوجع. بس هاي طريقتنا الوحيدة لنطلع. Thank you.
الحراس. كيف بتحبوا القهوة؟ بحب القهوة بالفنجان. حبيبتي نورة منحبها وسط. معناتها أنا بديها حلوة. حدا بيشرب القهوة حلوة ما بتعرف طعم التمك. انت سكوت مشان الله سكوت. استغفر الله العظيم. رح أعمل لك إياها سادة. وأنا بدي إياها سادة. وأخي غيث؟ ما بدي قهوة شكرا. وأنا ما بدي تسلم إيديك. غيث قوم شوي بدي أحكي معك. سينان اسمعني، بتموت بنتك كرمال القضية، وابنك بيموت كمان، وامك وابوك بيموتوا كمان، ما عنا اي اعتراض على هالشي، انت لازم تضحي باي شيء مشان القضية، بعدين بنتك طلعت بالسيارة، هيك مقدر إلها، يعني شو بنساوي؟ ما راح انسى لك اياها يا بارون، بتشوف كيف راح خليك تبوس ايدي، وكيف راح دمرك واحرقك حرق، وكيف راح دفعك الثمن غالي كتير، وكيف راح خلص عليك وامحي اثرك. الظاهر انه صفنان. جدو؟ حبيبي جدو بدك شيء؟ يسلموا ايديكي، ما بدي غير سلامتك. انت كيفك؟ ماشي الحال. كل هالشي بسببي انا. لا تحط اللوم على حالك جدو، كلنا غلطنا. جدو بابا عم يستناك برا بالجنينه. يمكن يكون القائد لهالعصابه. كيف انه يهرب من بين ايدينا؟ بس كيف عرفوا انه رح نروح من هداك الطريق؟ ما عم استوعب هالشي. هداك الحقير كان السبب بموت اختي هدى يا سيدي، عديم الشرف. كيف رح نقدر نلاقيه هلا؟ املنا الوحيد لحتى نقدر نلاقي البارون وهو سنان. يعني حماك سنان؟ ايه مزبوط. ان شاء الله توبته سادة، وقتها رح يساعدنا لنكمش العصابه. ليك اجا سيدي. أهلين، تفضل سنان بيك. كنا عم نحكي بموضوع البارون، تعرف أنه هرب اليوم، وبصراحة متأملين منك تساعدنا لحتى نوصل له. إذا كنت بتعرف مكان هالزلمة كرمال خاطر هدى ولننقذ الناس الأبرياء، خبرنا بأي معلومة بتعرفها. أنت سمعت شي؟ شفت شي؟ الظاهر أنك بتعرف شي، يلا حكينا بسرعة. قد ما كانت المعلومة صغيرة ممكن تفيدنا بشغلنا. ما شفت البارون منو؟ وهلأ عرفت قصة هربوا منكم. طيب مين اللي سوى بإيدك هيك؟ قلبي مو مطمئن لهالشي. أنا متأكد إنك رحت لتنتقم منهم عموت هدى، بس هن قدروا يتغدوا فيك قبل ما تتعشى فيهم، وبعدين عاقبوك بهالطريقة هي. اسمع، مثل ما بتعرف صار لي سنين بهالشغل، ونظرة واحدة بفهم أي شخص وبقرأ أفكاره. برأيي إنك تسمع كلام الضابط نجيب. اتأكد إنهم ما رح يقدروا يساووا لك شي، فلا تاكل هم، وما في داعي تخاف بنوب. أنا قتلت الخوف من زمان وما بخاف من حدا. ما في داعي تلف وتدور علينا، يا ريت سهل علينا، بترجاك تساعدنا. خد هات. شو هات؟ جوات هالسيدي شغلات كتير مهمة لازم تسمعها. كل أعمالي اللي اشتغلتها وكل السجلات والمعلومات الموجودة بخزنات الشركات وكل شغلي وارتباطاتي بمنظمة أركان كوندو بالمكان والتاريخ والساعة، كل شيء مسجل بهالسيدي. هذا كل شيء بقدر أقدم لك يا هلا. أنا بترجاك تسامحني يا نجيب. كيف يعني؟ لا تدقيق كتير. يلا أنا صار لازم روح هلا من بعد إذنك.
استنى دقيقة. ما في مجال استنى منوب، شوف السيدي، وإذا بدك بعطيك إفادتي كمان، وإذا بدك فوت على السجن. ما عاد بدي شيء بعد ما خسرت حياتي يا نجيب. دير بالك على أحفادي منيح، بس يا ريت تشوفهم قبل ما أروح. أنت بالآخر جدهم وحقك إنه تشوفهم. والله حاسس إنه في إلنا بهالموضوع. رح نعرف كل شيء، وأنا استغربت مثلك. أنا كتير خايف يعمل شيء، بس مبسوط لأنه يساعدنا. في شيء غريب بهالقصة. جدو شو صاير لك؟ عم تبوسنا كأنه آخر مرة رح تشوفنا. في شيء اسمه وداع من دون رجعة، وأحياناً نضطر إنه ما عاد نشوف بعض. يعني هيك الحياة يا ابني، بتخلينا نفترق. شو قصدك بهالحكي هاد؟ في قدامنا كتير أيام حلوة نعيشها سوا، رح نعوض الأيام الصعبة اللي عشناها من قبل. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. وضعك مو عاجبني بنوب يا عمي. خير إن شاء الله. شو مو عاجبك بوضعي يا صهري؟ مثل ما لك شايف عم بوس أحفادي وعم أحضنهم، بدي أشبع منهم بعد كل هالسنين الصعبة اللي عشناها. لا تشبع منهم بليلة، قدامك سنين طويلة لتعيش معهم. الله يسلمك يا ابني. أنا صار لازم روح هلأ. لسا ما شفناك، خليك معنا الليلة. ايه العمر له حق، وأنا ما فيني على السهر مثل الشباب. يلا دير بالك منيح على أحفادي، ولا تنسى هدول أمانة بحملك ياها مثل ما حملتك ياها أمهن قبلي. جدكم مو عاجبني، حاسس في شي غريب. إن شاء الله يكون خير. ليلى، غيث، تعالوا لهون، وانتوا روحوا على غرفتكن. سنان بيك عطاني هذا السي دي، وقال لي انه رح يساعدنا لنشوف شو مسجل فيه. رح يخلص عمري وما كنت أعرف أتعلم على هالتكنولوجيا. خيري، أنت بتفهم فيها؟ إيه سيدي، إيه بفهم. مظبوط. صهري، يا ريت تفتح أذانك على الأخير وتسمعني منيح. لا تقلق، ما رح أفتح لك الدفاتر القديمة مشان وتر لك أعصابك وإزعجك. رح افتح لك الدفاتر القديمة بس مشان صالحك وخليك تسامحني. بعرف انه طول هالسنين الماضية ما اتفقنا مع بعض النوب، بس اجا الوقت المناسب لنحط حد لهالخلاف وننهي هالكره. بصراحة انت الوحيد اللي خليتني شوف الوهم والخداع والكذب يلي كنت عايش فيه. صهري حبيبي، انت اللي فتحت لي عيوني،
والمجرم اللي قتل بنتي الوحيدة هدى طلعت هديك الحية اللي كنت منيمة بحضني، وانت اللي قدرت تكشف لي حقيقتها. أهلا وسهلا. الأخ يلي بعتولي إياه هديك المرة ما كان يحكي بنوب، أنت كمان ما رح تحكي مثله؟ هربت البارون مثل ما طلبت. بدك الحقيقة، مع أنك كنت رح ترتكب غلطة كبيرة بهالمهمة ورح تنحسب نقطة ضدك، بس اشتغلت شغل كتير منيح. كأنه هذا حماك عم بيقول وصيته الأخيرة. سكوت خلينا نسمع الزلمة. نيتي تجاهك وصلح أغلاطي. أنا تركت لك شوية ورق مهمين بالخزنة اللي بالبيت، بتروح وبتاخدهم. راح تلاقي ملفات ومعلومات بتخص منظمة أركان كوندو، بتوقع إنها راح تساعدكم كتير لتكمشون وتوقفوا عملياتهم الوسخة. راح تعرف اسم الحقير اللي عم يخطط له العمليات، وراح تعرف مين اللي راح ينفذها، ورح تعرف الأبطال والكومبارس بالمسرحية. كتبت لك أسماءهم كلياتهم واحد واحد بالملف. إن شاء الله بتستفيد من هالمعلومات بشغلك، وهيك أنا بكون قدمت لك شيء وكفرت عن ذنوبي اللي ارتكبتها بحياتي، وعطيتكم شيء تستفيدوا منه. خلاص قررت أني فوت بطريق يمكن ما عاد أقدر أرجع منه منوبي. يا نجيب، رح روح انتقم من القتل المجرمين يلي قتلوا بنتي هدى ودفعون الثمن غالي. رح أكشف لك عن أسمائهم. أنت بتعرف واحد منهم، الممثل الكومبارس أرزو. بس أنا هدفي الأساسي الراس الكبير واللي بيخطط لكل هالعمليات، البارون الكبير، يعني الشخص اللي أمر بقتلك وبتسكير الدفتر تبعك نهائيا، الشخص اللي أمر بتفخيخ السيارة تبعك وتسبب بموت بنتي الوحيدة هدى. سيدي شو يلي عم يقوله؟ كيف يعني النقطة كانت رح تنحسب ضدي؟ العملية اللي نفذتها خطيرة كتير، وكان في احتمال كبير انك تقتل حدا من عناصرنا. عملت كل يلي بقدر لحتى ما يتأذى حدا، وشفت ضربت السيارة من طرفها، ما كانوا رح يصدقوا العملية غير هيك. ألف الحمد لله انه ما تأذى حدا من هون. خود هالملفات اقراها كتير منيح. مين هدول؟ لما كانوا الشباب عم يحققوا مع البارون ضل عم يقول مسار ما راح يقدر يوقف العمليات لحتى خرب الانتخابات. بالحقيقة هذا الكلام خلاني أعصر دماغي منيح وفكر بالأسماء يلي بالملف، وحاسس أنه يمكن إلهن علاقة بهالموضوع. راح أعمل كل شيء بيطلع بإيدي. ما بدي بس يلي بيطلع بإيدك، ساوي المستحيل كمان. بتراقب البارون على 24 وما بتخليه يغيب عن عيونك لحظة واحدة، ودير بالك على حالك، ما بدي تتعرض للخطر. انت لازم تخليه يثق فيك ثقة عمياء. شو مشان غيس ونجيب؟ بعد ما هربت البارون منه انجنوا مني على الآخر. هدول اتركهم علي أنا، لما بيلزم الأمر أنا بروقهم على طريقتي، وراح أخبرهم بالشي اللي لازم يعرفوه بوقته. بس انت عاطيني وعد، ما تخلي حدا يأذي البارون شو ما صار، اتفقنا؟ فيني اثق فيك وبتوعدني انك تضبط اعصابك وتسيطر على غضبك؟ شي اكيد سيدي، فيك توثق فيني لابعد حد. نجيب لا تحاول تمنعني او توقف بطريق انتقامي، اساسا حتى لو حاولت ما راح تقدر تمنعني، لانه انت قاعد عم تتفرج هلا بكون رحت وخطفت هداك الحقير اللي اسمه البارون، هالكلب الخاين اللي صار له سنين حاطط ايديه على رقبة هالبلد وخانقها مثل الكابوس، وهديك الحية قليلة الشرف اللي اسمها أرزو، وبكون قطعت راسهم كمان. أنا راح أختفي من حياتكم وما عادوا تشوفوا وشي منو، وهلأ أنا ما بدي منها غير طلب واحد،
إنك تدير بالك على أحفادي وتسامحني وتستوعب ما شفت مني. أنا بترجاك تسامحني. سامحني يا نجيب. سيدي على هالحالة عمك سنان بيعرف مكان البارون؟ لازم نمنعه قبل ما يورط حاله بشي مصيبة. مظبوط. ممدوح اسمعني منيح، كل عملياتنا وخططنا إذا بدها تنجح هالشي واقف على حكمتك ومهارتك. لا تاكل هم بنوب، أنا رح أعمل اللازم. كتير منيح، رح أعتمد عليك وأنا مطمن. بس دقيقة، لا تطلع صوت، نجيب عم يتصل. نعم نجيب. سيد مسار، صار شي مهم ولازم تعرفه بخصوص حماي سنان بيك. بيعرف مكان البارون. سنان بيعرف مكان البارون؟ ومن وين عرف مكانه؟ اجى لعندي واعطاني سيدي مسجل فيه انه حيخلص على البارون اليوم. روح بسرعة لحقوا لسنان، رح يوصلكم للبارون. للأسف سنان طلع من زمان، بس رح نحاول نلحقه. نجيب، بتحاول تكمش حماك بأي طريقة وبتمنعه أنه يوصل لهدفه، وبتعرف وين مكان البارون. طيب، حاضر. شو سيد مسار؟ شو صار؟ ليش هيك وشك تغير؟ بلشت المشاكل توقف بطريق خطتنا من هلأ، ويمكن ما تمشي عمليتنا مثل ما خططنا لها. السيد سنان عمه لنجيب قال بده يصفي للبارون. هذا اللي كان ناقصنا. ممدوح، هلأ بلشت مهمتك الحقيقية. أنت لازم توصل للبارون قبل ما يوصل له سنان أو نجيب، وإلا خطتنا رح تفشل ويضيع تعبنا. يلا تحرك. حاضر سيدي. ألو؟ طيب ماشي، وأنتوا ديروا بالكم منيح، أنا جاي لعندكم بسرعة. يلا شباب خلونا نستعجل، نحن لازم نلاقي سنان قبل ما يقتل البارون. سيدي مع الأسف الأخبار مو منيحة، بيكهاس وفاروق انطعنوا بالمعتقل. يا الله، نقلوهن على المستشفى قبل شوي. انت وليلى وخيري بتروحوا على المشفى. ماشي. بيكهاس وفاروق ما بينطعنوا بهالسهولة، أكيد في إنا بالموضوع. حاضر. وأنا وهاني رح نلاحق سنان. تحرك. يلا. سيدي قائمة المرشحين اللي كنا حاطينها للانتخابات ما مشي حالها، حتى المقربين منا ما وفوا بوعودهم لنا. أنت هيك مفكر حبيبي الصغير؟ سيادتك لا تكون بتعرف شغلات ما بنعرفها. استنى، لسه في كتير شغلات ما بتعرفها يا زكريا، ومو ضروري إنك تعرفها. كل يلي عم يصير أنا مخطط له. معك حق سيدي البارون، كتير بعتذر منك. طيب فيك تقلي على شي خطة بس لحتى يرتاح قلبي شوي؟ طيب ماشي. الحقيقة الأمور عم تمشي مثل ما خططت لها. جدول أعمالنا يلي حطيته للانتخابات عم يمشي مثل ما خططت له بالضبط، وما في أي غلط. يعني ما رح يصير أي شيء يعكر مزاجنا ومرأنا بنوب؟ بلشوا رجالنا بتنفيذ العمليات الإرهابية باسم الأكراد يلي عم يطالبوا بالديمقراطية ونشر السلام، وأنا قدرت أسحب طلاب الجامعة لصفوفنا لينزلوا على الشوارع ويشعلوا الثورة. عطيتهم إغراءات كبيرة لينزلوا على الشوارع، ورح يخدمونا لنوقع الحكومة. رح يوقعوا ورا بعضهم، والمعاهدات اللي حكوا عنها رح تطير بالهواء وما رح ترجع. معك حق يا زكريا، هذا المزبوط. صارت مرة من زمان انه في صحفي كتب عن رئيس وزراء وقع بنفس الفخ يلي وقعنا فيه هاي الحكومة. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. الحكم مثل السم حبيبي صغير، او خلينا نسميه مرض العظمة، بس يصيب الشخص ويتمكن منه بيفكر انه الحكم ملكه وحده، وبيفكر حاله الكبير وبيتصرف مثل السلطان. ولما يكون مثل السلطان ما حدا بيرفض له اي طلب والكل رح يصفق له. بس شو رح يصير بالمجموعات اللي رح ننزلها على الشوارع؟ رح ينزلوا على الشوارع ورح نخليهم يبينوا على انهم انظلموا كتير وتعرضوا للضرب، وهيك كل الناس رح ينزلوا معن على الشارع ويوقفوا معن بالساحات، وكل ما كان عدد المتظاهرين أكبر منكون ربحنا أكتر. ما هي؟ يسلم بهالدم، بعد ما كنت متوتر من هالحالة أنت بردت لي قلبي. طيب كيف رح تكون المرحلة اللي بعدها؟
يعني ما رح يمر النهار من دون صوت رصاص؟ يلا روح وشوف شو عم يصير. سيدي أنا برأيي الأحسن ضل جنبك، وهيك بقدر أحميك إذا إجا شي حدا بلا ما أطلع لبرا. كيف رح تحميني وأنت بتخبي ورا ظهري؟ سيدي ما رح أتركك لحتى أقتل. رح أخذ روحك. أنت أكيد جنيت كتير عم توجعني، اتركني. يا ويلي أنا، شو هالجرأة؟ سنان أنت مستغني عن روحك؟ أنت اللي رح تستغني عن روحك يا بارون، وأنا جيت لهون لحتى أخذ روحك. إذا تركت أرزو وتركت هالمسدس من إيدك بسامحك على هالحركة المجنونة اللي عملتها. ليش مفكرني جاي أطلب السماح منك ولا؟ سنان اسمع كلام البارون، رح يسامحك إذا تركتني، بترجاك أصحى على حالك وبلا جنان. يعني لازم أقتل حدا منكم لتتأكدوا أني ما عم أمزح معكم وما جنيت. امشي امشي سنان على مهلك. حبيبي سنان شو عم تساوي؟ حامل مسدس وعم تهدد؟ أنا ما حبيت منك بنوب. راسو لك زكريا الصغير، أصحكم تعملوا أي غلطة صدقوني بقوسكم براسكم وببعدكم على جهنم الحمراء. أوف سنان أوف، كان ناقصني أنت هلأ. بارود الحقير عم يتصل؟ شو الأخبار ولك بارود الأجداب؟ الظاهر أنت عم يحكك جلدك كمان؟ مشاكلك فينا نحلها برواء سيد سنان. طبعاً رح نحلها كلها، أنت لا تشغل بالك، بس اقطع روسكم وكون حليت كل المشاكل تبعي. أنا رح أنصحك نصيحة، اصحك تتصرف بجنان ولا رح تدفع الثمن غالي كتير. لا تفكر حالك تقدر تخوفني بهالحكي، سمعتني ولا؟ ما عاد خاف من حدا ولا اسأل على شيء. أنا بتمنى لو إنك كنت هون كمان، لو كنت زلمة عن جد، تعال لهون واجهني. تعال لهون بركي بأوسخ بين عيونك بخلص منك كمان. خود لشوف يا صغير، مسيك هالكلبشات وكلبش إيدين معلمك. مكلبشهم؟ ما عندي أي مشكلة، بس الشيء اللي عم تساويه غلط وما بيصير. أساساً أنا تعلمت الغلط منكم أنتم. يلا ساوي اللي بقلك عليه وإلا بأبصك لين عيونك. ها ماشي اهدى، لا تقوصني، روق لي حالك، أنا تحت أمرك سنان. سيدي أنا كتير بعتذر منك، بترجاك سامحني، شايف غصب عني. اشتغل شغلك ولا يهمك. بعتذر كتير سيدي. خلصت كلبشتو؟ ايه نعم. امشوا امشوا. طيب وأنا بلحقكم كمان سنان بي؟ ليش أنت حابب تموت كمان؟ لا أبداً، كش برا وبعيد، ما بحب موت منوب. طالما هيك لا تجي معنا بلا ما فوت بخطيتك كمان، مع أنه إذا قتلتك بخلص العالم من جرسومي، بس مالك مستاهل. سنان أنت رح تتحاسب على هالشي اللي عم تساويه، وما رح تقدر تهرب مني. معناتها منتقابل بجهنم ومنتحاسب. يلا امشي قدامي. يلا امشي. وليه امشي؟ يلا سنان، لسه في قدامك فرصة تانية فيك تتراجع عن الجنان. انا ما رح ضيع هالفرصة لاقطع راسك يا ارزو الحية. سنان انا بترجاك طلعي سوق السيارة. يلا طلعي طلعي بسرعة. وليك يلا شغلي السيارة، أنت شو عم تستني؟ ما فيها مفتاح. طيب خذي المفتاح، يلا بسرعة. ألو زكريا، احكي لي شو الأوضاع؟ مصيبة كبيرة، تعال بسرعة. سنان أخذ أرزو والبارون، حاول تخلصهم من إيدين هالمجنون. استعجل شوي، وينك هلا؟ بالطريق قربت كثير.
مستعجل. يا دوب تلحقون. خلص البارون من ايدين هالمجنون. هلا حاجة تنتبه وتلطم اللي بأي اتجاه اخذون. اخذون باتجاه طريق الساحل. طيب ماشي. نجيب شو بدك؟ مالي فاضي لك، إذا في شي ضروري احكي بسرعة. تفرجت على السي دي، والشي اللي بدك تعمله هلا راح يزيد الطين بلة ومو لصالحك. خلينا نتقابل ونحكي، وينك أنت؟ بلكي منلاقي حل مع بعض. للأسف تأخر الوقت كتير لهالحكي، حسمت الموضوع وما حدا راح يقدر يوقفني، بخاطرك أنا راح سكر الموبايل. أحسن ما تزعل وتقلي ليش سكرتي وشي. ألو. الله يستر. سكر بوشي. يلا بسرعة، يلا يلا دعسي بنزين، ما عنا وقت. قول شو بدك؟ منصب؟ نفوذ؟ مصاري؟ أنا بعطيك شو ما بدك. حط عقلك براسك وبلا جنان. أنت عم تقولها بلسانك. جنيت وطيرت عقلي. والمجنون ما بيهمه لا منصب ولا نفوذ ولا حتى المصاري. عم تفهم ولا؟ وشو يلي بيهمك؟ احكي لي أعطيك إياه. بدي روحك. روحك اللي بتهمني أكتر شيء، وأنا رح أخذها منك. يلا دعسي بنزين وليه؟ ما حدا رح يقدر يخلصكم مني. أنا بحذرك سوقي بسرعة، أحسن ما أوسك بنص راسك وخلص عليك. خلاص اهدى ليتني عم سوق. حاول تروق حالك شوي. والمجنون ما بيهمه لا منصب ولا نفوذ ولا حتى المصاري. عم تفهم ولا؟ وشو يلي بيهمك؟ احكي لي أعطيك إياه. بدي روحك. روحك اللي بتهمني أكتر شيء، وأنا رح أخذها منك. لهيك استعجل يا خيري، لا تضيع وقتنا بالحكي. بس يا سيدي هالشغلة ما بتصير بلمح البصر، مضطر خليكم تستنوا شوي. سيدي أنا بعرف إنكم مستعجلين، بس لازم نصبر شوي. حاجة تزودوها، مو وقت هالحكي الفاضي. موجي الظاهر بكهاس وفاروق عم يخططوا للعبة وعم نستنى. ليلى معي كمان، الأحسن أني ضل هون وما أتركهم. إيه أصحك تتركهم، ديروا بالكم. لا تشغل بالك سيدي، وإذا صار شي رح أخبرك بسرعة. ما رح تقدروا تهربوا مني، أنا بدي أحرقكم ثلاثتكم وأنتوا عايشين. وأنت إجيت على الموت برجليك، وقعت بإيدي يا بارود الحقير. سنان أفندي متفالح وزاتت موبايلاته. معناها شوفوا كل تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من المنطقة وشوفوا لوين راحوا. حاضر. تعطوني قائمة بكل الأماكن اللي ممكن يروح عليها.